مين منكم بيفرز؟ ليه بتفرز؟ منه شي جديد على بنك اوف بيروت يطلع بانيشيتيفز وبروجيكتس. عم نشتغل مع مؤسسة عم تقدر تأمن فرص عمل لناس عندهم مواهب مختلفة، وهن بركي بالحياة العادية شوي أصعب لقلهم أنهم يلاقوا شغل. أول شيء أنا فخور أني موجود بيناتكم، قلنا بدنا نجرب نعمل شيء من أجل الإنسان، وهذا أهم شيء. الطريقة الوحيدة قلبت مكتبة لمركز فرز. في عندنا شاب أصم كان رافض الدرس، وصل على الترمينال ورافض منتفض وبده مصاري وبده يشتغل وبده سيارة وبده بتعرفه. قلت له تعال عود بدفع لك 2000 ليرة على فك كمبيوتر. شو هي 2000 ليرة على فك كمبيوتر برأيكم؟ ماشي. وصل يفك بشهر واحد 495 كمبيوتر وقبض 1,000,000 ليرة، ويومتها كانت أول مرة بحياته بيلقط هيك مبلغ بين إيديه. 750,000 طبة قنينة مي تنركب سماعة. كم تانك بيبسي؟ كل ما حطينا الكرتون بهالطريقة كل ما ربحنا مساحة. قنينة الزيت فضوا الزيتات على الآخر سكروها، قنينة الصابون تكون فاضية سكروها، نحن بعدين منشيل الجالونات لأن نرجع منفرز الجالونات. في فرز أولي بالبيوت بالشركات، وفي فرز تاني بالمعامل بالسنتر دو تري عنا، والفرز الثالث هو بمعمل الريسيكلاج. قنينة المي هيدي أفضل شيء، نحن بتبعتوها هيك نحن بنرجع بنفك السدة. بس كبسوا القنينة وحطوها. هي أهم شيء قديش فينا نخفف بالأحجام. اليوم نحن خلينا نعمل صح اللي عم نعمله، وأكيد بهالخدمة الصغيرة اللي عم نعملها ما حدا شايفنا، بس في إنسان رح نكون عم نعطيه حياته.